حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة ظهر اليوم في مركز دبي التجارية العالمي العرس الجماعي لموظفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي لنحو 130 عريسا من الجهتين تحت شعار عرس عيال زايد مواكبة لعام زايد والذي يقام للمرة السابعة على التوالي والخامسة بالمشاركة مع إقامة دبي. وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بمصافحة العرسان والتقط الصور التذكارية معهم وبارك لهم ولأسرهم وتمنى للجميع حياة سعيدة ومستقرة، في حين عبر العرسان عن فرحتهم بهذا اليوم وتوجهوا بالشكر الجزيل لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم على تشريفه لهذه المناسبة. وتعد مبادرة الأعراس الجماعية تقليدا سنويا التزمت به مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تأكيدا للقيم الرصينة والأصيلة لدولة الإمارات في دعمها لشبابها لبدء حياة أسرية بطريقة سليمة تعتمد في أسسها ترشيد النفقات في إقامة حفلة الزواج والبعد عن المغالاة ومظاهر الإسراف التي تثقل كاهل العرسان.